مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل لنتواصل معكم في هذه الحلقة من صباح الشروق، والليل حنتكلم عن واحدة من أغلى السلع الغذائية الأيام دي وأغنى، يعني مش من ناحية سعر، من ناحية زيادة سعر، يعني فجأة كده السعر بقى مش بيقفز، بيطير يعني لأرقام صعبة جدا بالنسبة للمواطن ومخيفة بالنسبة للمواطن، وهي سلعة كلنا بنحتاج لها. يعني البصل ده يعني الأكل من غير بصل ده برضو من الصعوبة بمكان. نتحدث حول هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الذي يطلع علينا دائما كل يوم اثنين. يعني قلت لك الناس بدأت تفتش في بدائل وجبات من غير بصل، في اجتهادات وهي الابتكارات بدأت تطلع في المطبخ السوداني في الآونة الأخيرة. دكتور عبد المجيد عبد القادر الخبير الاقتصادي، أهلا بك وسعيدين جدا بك عبر صباح الشروق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكثر خيركم. والحقيقة ده كان اقتراحكم الأسبوع الفات، تكلمنا عن الطماطم. الطماطم جاد بدون بصل، طعمها ساي. طماطم دكوة بصل مش كده؟ فإن شاء الله يعني الليلة هنتكلم عن البصل إن شاء الله. طيب زمان قالوا بيع البصل بما حصل، يعني معناتها كان سعره مدني جدا بحيث انه انت بتبيعه تتفكى منه بس بما يحصل، لانه كانت مواعين التخزين قليله ومتخلفه الى حد ما، والناس ذاتها ما متضايقه، وثم الناس ما كثيره زي حصل على زمننا ده. فلا بد انه يكون في اسباب اللي بتخلي سعر البصل يقفز يصل له. بالمناسبة الربع الليلة ب 420 جنيه. ده الربع. أو الحقيقة هو بينك 420 ألف جنيه. بالجنيه القديم يعني. بالدينار. أي ف ده سعر عالي جدا. ما أظنه في مقدور الفقراء. مع انه البتاع ده انا قلت لك شيل لك بصل. اهلا البصل هو غذاء المساكين، ونحن تكلمنا الاسبوع الفات عن انه والله البصله بتساوي 7 تفاحات فيما يلي القيمه الغذائيه، ربنا مودع فيها يعني سر عجيب جدا. اولا هي مطهر وهي غذاء وهي بتقي من كثير من امراض الحساسيه والجلطة وأمراض الدم وعلاج الجروح، مضاد وعلى الأكسدة. كل حال مضاد حيوي ربنا خطيه دواء، وعشان كده حقه يعني أنا شخصيا لو كنت المسؤول عن الزراعة في السودان هركز على زراعة البصل. هذا المحصول وبالذات في الريف عشان أنشر وسط الناس المساكين، لأنه ده عبارة عن غذاء ودواء. في مناطق في السودان اشتهرت بزراعه البصل ده يعني، لكن خلينا نسال شنو اللي بيخلي قيمته ترتفع بشكل كبير، وهو بيتزرع بكميات برضو اعتقد انها مناسبه يعني. نبدا من هنا. طيب نبدا من حكايه ليه بيرتفع سعر البصل. اول حاجه الارتفاع اللي بيشاهده سعر البصل ما قد يعني قريب الحقيقه، ممكن نقول من الخمس سنوات الأخيرة ابتدى البصل سعره يشكل مشكلة. إيه لو بالغت لك وقلت لك السبب هو الطرق القومية القدرة تصل بالبلاد للحدود بتاع الدول الجوار. أنت لما يكون عندك مثلا شارع زلط يقوم من بورسودان ويصل لك تشاد، يقوم من هنا يصل لك مصر، يقوم من هنا يصل لك جنوب السودان، يقوم من وين يمشي من ده فوق يصل لك افريقيا الوسطى. بيبقى في الحقيقه انت سلعك دي يمكن تبادلها مع دول الجوار بطريقه مشروعه. احنا بنتكلم والله هاي بطريقه مشروعه، ما هي سواء كان مشروعه او بالمناسبه انا من الناس اللي بيقولوا حكايه التهريب والنهايه هو نوع من التجاره. نحن بس كحكومه او كجهات فنيه مسؤوله عن اداره التسويق بيغلبنا نحافظ على الحدود الكبيره بتاعتنا دي، عشان كده السلعه بتتهرب. لكن ما بتدخل في عائدات الصادر. نعم. هل بتدخل في عائدات الصادر؟ مؤكد يعني. قد تتخيل انت يا احمد هربت لك لوري بتاع قول بصل ولا اي سلعه سمسم وات ايفر، اكيد انت ماشي عشان تبيعه، هربت لك جمال، هربت لك
كل اللي بيحصل انه بتبقى تجاره مشروع غير مشروعه، في معنى انه يمكن ما تدفع ضرائب، يمكن ما تدفع رسوم اللي واقفه في الطريق دي، لكن في النهايه قروشها بتجي بشكل او باخر. دي ما الاشي بتاعتنا نحن. هسي بنتكلم عن انه والله توسع السوق بتاع البصل الخارجي، البصل بحيث انه بقى يمشي الخارج. اتشكلت لنا اسواق برضه بالمناسبه بتاع الصادر في دول الخليج، فبقينا بنشارك معانا اخواننا في دول الخليج. الحمد لله عندنا بالمناسبه في مجال البحوث زراعيين ممتازين جدا جدا، عملوا شغل كويس جدا جدا، انتجوا لنا نوعيات فيها النوعيات بتاعة تكساس، فيها النوعيات بتاعة اللهم صل على سيدنا محمد، اسمها شنو البلد دي؟ بعد المسيح شنو؟ الكاملين. الكاملين. هي فرايتي نوعيه اسمها الكاملين، في فرايتي اسمها نوري، في فرايتي اسمها شندي، وهكذا. عندنا نوعيات بالمناسبه ومشهوره جدا. البصل ذاته ثلاثه انواع رئيسيه او ثلاثه عروات رئيسيه. عندنا واحد في الصيف، عندنا واحد في الشتاء، وعندنا واحد في الخريف. ثلاثه نوعيات، اشهرهم النوعيه الشتويه، والنوعيه الشتويه دي بتكون دائما احمر وضخم الجثه، كبير الحجم الى حد ما، اللي هو بصل الملاح، مركز الريحه ومركز الطعم وكميه الكبريت فيه كبيره، وبالتالي ريحته اكبر واكثر ومرغوب اكثر. ده حق الملاح. عندنا ده حق الملاح. عندنا انت لازم تشيل ده حق الشيه، ده بتاع الشيه زي ما قال احمد ناجي. عندنا البصل طبعا الابيض، وده في الغالب طبعا برضو يعني ممكن يتاكل بدون ما يخش مساله بتاع الطبخ. غير كده بيستعمل مباشره في انواع السلطات المختلفه، مشتهره به المنطقه بتاعت كسلة والمناطق الطينيه الرمليه. من المشاكل برضو اللي بتخلي الـ يعني اسعار البصل ترتفع، انه قد يجينا خريف قوي جدا ومعاه فيضان قوي جدا، ونحن بنعتمد على المنطقه النيليه في الزراعه، يقوم يغمر لنا مناطق كبيره جدا، سواء كانت مزروعه في العروه قبلها او كانت بتتجهز للعروه الجديده، وده بيقوم بقلل كمياتنا. ونحن لاحظ مشاركانا دول اخرى، مشاركانا دول بتاع الصادر، مشاركانا دول بتاع التهريب، مشاركانا الاقاليم بتاعتنا زمان كانت ما في. على فكره جنوب السودان معتمد علينا تماما في حكايه البصل، لانهم بيقعوا في المنطقه بتاعت ما يعرف به الهيفي كلايز او الطين اللك القوي اللي صعب فيه الانتاج بتاع البصل. بالاضافه لثقافه انتاج البصل بالمناسبه موجوده عندنا، احنا ماخذينها من المصريين. عالميا اللي بينتج في العالم كله بالمناسبه في حدود 70 مليون طن، واكبر بلد بتنتج هي الهند والصين، بيتنافسوا في حدود 10 مليون طن، بعدهم الولايات المتحده وهكذا. السودان بالمناسبه نحن يعني انتاجيتنا ما كبيره، قد تكون حكايه بتاعت 400 الى 500 الف طن. عندنا امكانيه نعمل السنة. ملايين اي في السنه، ما سهل. ما بالمناسبه الفرد الواحد ما بيزيد استهلاكه عن 10 كيلو 15 كيلو في السنه، ما اكل. فاذا كان نقول السودانيين، وبالمناسبه دي برضه مشكله، نحن عددنا كم؟ 36 ولا 40 39؟ هل نحن 30 بعد ما مشوا الجنوبيين، ولا نحن 36، ولا نحن 40، ولا نحن 50؟ هل سكان الخرطوم 2 مليون ولا 8 مليون ولا 12 مليون ولا 16؟ رأيته كان معانا نص الصحة قبل شوية قال الخرطوم 8 مليون. قال لهم من هم ذا؟ ما بعرف والله. يبقى نحن فعلا نحن محتاجين لنا يا اخواننا لتعداد عشان نعرف السودانيين عددهم كم والاجانب عددهم كم، ونحن بنوكل رقبتنا ولا بنوكل معانا
آخرين. حتى بعد ذلك نقدر نفكر في موضوع الصادر. بيجي برضو ما دار أسيب السؤال اللي أديتوني له اللي هو ليه السعر عالي؟ والله لأنه نحن زي ناس الخرطوم ابتدوا يشكلوا الرأي العام. ما هسه الخرطوم يعني اللي بتحكم السودان ده كله صح؟ وفي نفس الوقت الخرطوم حكاية الدولار يعني تلقاهم يقول لك والله يا اخي لو مشيت لي هذول في دامر ولا شندي ولا كسله قلت له البتاع ده الليله ليه الربع 400؟ يقول لك ما الدولار. وهو مع انه ما عنده اي علاقه به لكن هو سمع الكلام ده. يلا سمع كيف؟ والله الموبايلات قلنا الطرق اللي تمددت دي البساطة اللي بتمشي كل يوم وهكذا بتنقل معاها الاخبار وبتنقل الاخبار وبتنقل الثقافه وبالتالي بقى كانه نحن عندنا سوق موحد في كل السلع وكمان جاب الدولار جراه وخلاه هو معبر عن معبر ومسيطر في السلع. طيب نحن يا دكتور برضه حاجه ثانيه نواصل فيها الكلام جيب الاثنين ولا واحد كمان نواصل. اذا عاوزين نصدر دائما بيكون عندنا مشكله وفي كافه المنتجات في شكل التعبئه بتاعتنا اللي بنصدر بها المواد الغذائيه. يعني الليله انت شام تجي بالحاجه دي بالشكل ده الموجود وبشكل التعبئه ده اظن ده مجهود شخصي ما توجد في السوق بهذا الشكل. هذه قيمه ده مجهود شخصي. انا عشان ما اعبي واقدم منتجات فدي برضو محتاجه مساله كبيره جدا محتاجه مجهود كبير ومحتاجه حتى هي ثقافه اصلا. نعم نتكلم عن موضوع التعبئه بصوره عامه عشان ما نعرض كيف وما نصدر كيف برضو. طيب اولا لازم نفرق ما بين ما يعرف ب التيبل اونين اللي هو بتاع الطرابيزه اللي هو بناكله الصغار ذاك. ناسنا بيسموه البصل الخضر ببساطه شديده جدا عشان الجسر بتاعه الاخضر دي. هل نحن يعني طريقه اكلنا طريقه مناسبه؟ هل طريقه نظافتنا طريقه مناسبه؟ بالمناسبه لو لقيت لك اي زول بينظف في شوال بتاع بصل بتاع بصل ممكن تقعد جنبه ويطلع لك ربعين بايضات من الشوال. فيتخيل الشوال ده مر على المنتج ذاته، بعد المنتج السمسار الاول اللي اشترى، ثاني رجل الاعمال في السوق المركزي، والبعد والبعد والبعد. يعني معناه نحن عندنا ويست او فاقد بتاع كميه كبيره جدا من البصل قاعده تضيع مننا بسبب سوء الاستعمال، بسبب عدم وجود وسائل التخزين. يعني احنا محتاجين لنا حتى في النقل مناطق مبرده محتاجين لنا. انتوا لو اي لوري تيجي تلقاه لازم البصل ده فوق بعضه بيصل مكسر بيصل بايظ بيصل. بالمناسبه اي بصله زي دي لو بقت مفتوحه بتكون معرضه لانها طوال تبوظ وتتسمم وغيرها. نحن اذا محتاجين لفهم بتاع تخزين هذه السلعه، ودي من السلع القابله للتلف وبسرعه شديده جدا. ده حيرجعنا بقى للنبذ اللي كل يوم بننبذ به ناس قول انت قول انت ناس البنوك بتقول والله بنبذت انت الموضوع. البنوك غير داريه وغير واعيه وغير قادر على تمويل التنمية الحقيقية وتمويل المزارع بشكل مباشر. البنكي يعرف يمول الركشة، يعرف يمول اللاندي كروزر. أي لاندي كروزر بيبلغ سعره حكاية بتاعت 4-5 مليار ولا كم، ولا ما تدفع عربات ب9 مليار، بينما الزول المسكين ده بيكون محتاج له فقط ل 200,000 جنيه عشان يعمل له كذا فدان كان ممكن تحل فينا وتنزل. طيب يا دكتور احنا يعني لو سمحوا لي نخرج في الكنترول بدقيقه، هو قالوا زماننا انتهى. نحن مشكلتنا الان في الاستهلاك الداخلي مش في في في, في الصادر. يعني مشكله كبيره الان في الاستهلاك انه الكميه اللي بقت موجوده دي هي بسيطه والسعر بقى عالي. احنا لحد قريب ده المناطق اللي بتنتج فيها السلع دي ما كان عندنا فيها مشكله. يعني المانجا دي بنكون عارفين والله مانجا ابو جبيها دي في ابو جبيها ما غاليه، مانجا شندي في شندي ما غاليه، مانجا بتجي من سنار من الصعيد ما غاليه. لكن الان كل السلع دي في مناطق انتاجها نفسها بقت نفس السعر بيكون موجود في الخرطوم اللي هو الثقافه اللي انت ذكرتها دي. نعم. طيب نحن عشان يحصل اختراق في مساله انه استهلاكنا ده الاسعار دي شويه تكون اقل، الان نحن نعمل شنو؟ نحن في الشتاء ده
الجهات اللي بتدي تمويل ما تمول لي الركشات والعربات والبيوت وتمشي تمويل الانتاج. يعني نزيد نسبه معظم تمويلاتنا ما قاعده تمشي للمزارعين ولا قاعده تمشي للمحتاجين، بتمشي للما محتاجين، وبالتالي نحن يعني صرفنا بذخي، صرفنا شوفيني، صرفنا بتاع سكن وعربات مخزنه بتصرف بنزين والى اخره. نحن اذا محتاجين لجهاز مصرفي بيعرف يمول، نحن محتاجين لوزارات زراعه معنيه بمطارده وملاحقه المنتجين عشان يزيدوا المساحات ويجودوا الصناعه ويجرجروا الجهات المموله. بالتالي بعدك بيكون في وفاء. ما عندنا مشكله في الارض، ما عندنا مشكله في المناخ، نحن عندنا مشكله في رقبتنا. شكرا لك جدا دكتور عبد المجيد عبد القادر الخبير الاقتصادي، شكرا لكل ما قدمته من معلومات والبصل الكثير. ما انسى نحن برضه طبعا النفي والصناعه، البصل المجفف بالمناسبه، في ناس يعني حاولوا يعملوا مسحوق بودره يعني، في طبعا البصل المجفف في شكل شرايح، في اماتنا ونسواننا من زمان يعني يقطعوه ويعملوا كشنه. ها بتسمع المكشم بلا بصله. شكرا جزيلا لك، كتر خيرك، بارك الله فيك.